يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم فلا صلاة له. مشاهدينا الكرام في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا في رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين عليه السلام بمدينة القاهرة، حيث هذا المكان العامر بالنفع والإيمان وبالطهر، وهذه الروحانيات التي تتنزل، وهذه السكينة التي تتنزل في هذا البيت العظيم الذي يجتمع فيه الآلاف من المصلين، ويجتمع فيه من يذكرون الله عز وجل ويذكرون النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون على النبي وعلى آل بيته عليه السلام. في بداية حديثي اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الكريم فضيلة الدكتور الشيخ محمد حرز الله، إمام وخطيب مسجد مولانا الإمام الحسين بالقاهرة. مرحبا شيخ محمد. يا مرحبا، اهلا. يعني نتحدث اليوم عن ما قام به الامام الحسين، ويعني عن وقوفه ضد الظالمين وضد الطغاة. بداية، هل ما قام به الامام الحسين يعتبر ثورة، ام انه كما يصفه بعض المغردين بانه تمرد وخروج على الحاكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيت رسول الله اجمعين، وبعد. الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه تربى في حجر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلم منه القوة، تعلم منه الشجاعة، تعلم منه كيف يكون ناصرا للحق. فنفرة الإمام وخروج الإمام لم يكن أبدا طالب سلطة أو طالب ملك أو طالب جاه، لأنهم عزفوا عن الدنيا بكل زخارفها، لأنهم تملكوا الدنيا في أيديهم فلم تكن في قلوبهم، فلذلك اتخذوا الدنيا مطية إلى الآخرة. وهؤلاء الأطهار كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته، حين ساوموه على الملك وساوموه على الجاه وساوموه على الشرف وساوموه على المال، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. يعني هذه الكلمات الطيبات من رسول الله هي قاعدة لآل البيت، وهي قاعدة للأمة كلها بأسرها، أنهم إذا رأوا ظالما أو إذا رأوا ظلما في مكان وأراد هذا الظلم أو هذا الظالم أن يستبد بأمة الإسلام، فعليهم أن يقاوموه بالحجة وأن يقاوموه بالبرهان، فإن أنكر معلوما من الدين بالضرورة فيعزل، ده باتفاق الأئمة وباتفاق أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه قواعد. فخروج الإمام لما رأى الظلم قد انتشر، ورأى أنهم أن يزيد أخذ البيعة عنوة وبالقوة، والمسلمون رافضون لهذه البيعة، إذا لابد هنا أن تظهر بطولات آل البيت. البطولات تظهر، والمواقف والمعادن والرجال، كل هذا تجمع عند الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه، فانطلق بآل البيت بعد أن استقدمه أهل العراق. قالوا له نحن نرفض هذه البيعة، فهل لا أتيتنا؟ أهل الحجاز والدنيا بأسرها ترضى بالإمام الحسين بدون منازع، لكن تدخل السلطة وحب الجاه والذات والعصبيات كما يقولون. فخرج الإمام، لم يخرج ثائرا ولم يخرج طالب سلطة كما يدعي المغرضون والحاقدون، ولم يخرج انتزاع الملك، والملك يستطيع أن يأخذه، لكنه خرج ليعيد الدنيا إلى وجهها، ليرد الظلم، ليأخذ الحق. يعني أفهم من كلام فضيلتكم أن ما قام به الإمام الحسين يعد ثورة حقيقية؟ ده يعد ثورة على الظلم. نعم. يعني ثورة بمعنى، ليس بمعنى المفهوم أنه يريد أن يستولي على كرسي الحكم كما يقولون، إنما ثورة للظلم. نحن الثورة لم تكن انقلابا كما يسميه البعض. الإنسان قد يحدث عنده ثورة في الأخلاق، ترى إنسانا سيئا يحتاج إلى ثورة لكي يتغير من هذا، يعني هو ثائر على أخلاقه، أو هو ثائر على خلق فاسد. يعني حين ترى بعض الناس يقولون، تقول له يا أخي أنت رجل طيب وأنت كذا، لكن فيك بعض آثار
الجاهلية هو يجاهد نفسه، هذه المجاهدة تسمى ثورة، حتى يصلح من نفسه. فالإمام لما خرج، خرج وهو يعلم يقينا أن يزيد أو أن الناس حين يعلمون بخروج الإمام الكل يقول سمعنا وأطعنا، ليفهموا ماذا يريد الإمام الحسين من هذا الخروج. يعني هو كان في خاطره وفي ذهنه هذا الأمر. ولذلك لما قابل الفرزدق عند مدخل العراق فماذا قال؟ قال كيف تركت العراق؟ قال قلوبهم معك، شيء هو يعلمه، وسيوفهم عليك. هذا هو الأمر الدنيوي، اشتراهم اليزيد بالمال. فقال سبحان الله إن الناس عبيد للدرهم، يعني الإنسان يكون عبدا لماذا؟ إذا أردت أن تأسره فأعطيه مالا، يكون إيه؟ يكون أسيرا لك أو عبدا لك. فالإمام الحسين كان لا يستطيع أن يخرج، وإن كان وحين استشار آل البيت فقالوا نعود إلى مدينة رسول الله. فلم تكن أبدا ثورة الإمام الحسين ثورة على حكم أو على غير ذلك، إنما كانت ثورة على ظلم، والإنسان يثور على الظلم ليرد الحق إلى مراده وإلى سبيله. ولعل هذا يعني من الأخلاق التي توصفت بها أمة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله عز وجل، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. سبحانه وتعالى قال أعزة نعم على الكافرين، أذلة على المؤمنين. نعم. يعني دائما عزيز على الكافر، أما على المؤمن فهو ذليل. نعم. يعني إخوان متحابين، أما يعني ما يشوب هذا إنما يكون من القلب أو من دواخل الدنيا أو الشيطان أو النفس أو الهوى. يعني إذا أردنا أن نعرف يعني كيف رب النبي الكريم سيدنا الإمام الحسين على أن يكون ثائرا في وجه الظالمين والطغاة، يعني وكما هو معلوم أن الإمام الحسين تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. حين تريد أن تعلم هذا انظر إلى أخلاق الرسول، ترى أخلاق سيدنا الإمام الحسين. هو قال أحب الله من أحب حسين، حسين مني وأنا منه، أنا منه وهو مني بالأخلاق. يعني من أراد أن ينظر إلى خلق رسول الله فلينظر إلى الإمام الحسين، يعني كأن أخلاق الرسول صيغت في الإمام الحسين. قصة للإمام رضي الله عنه عن أحاديث كثيرة لسيدنا رسول الله، يذكر التاريخ الإسلامي منها المواقف الشجاعة والبطولة. الرسول كان عنده عداء بينه وبين الشرك، وده لابد أن يكون في قلب كل مسلم، أنه يكون يرى الشرك ويرى فيه العداء، هناك إيمان وكفر لا يلتقيان. أبو جهل نظر مرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وتوعد النبي بكثير من أساليب التهديد والإيذاء والقتل إلى غير ذلك، لكن الرسول كان شجاعا، وكان إذا استنقذ به أحد أنقذه، وإن استجار به أحد أجاره. هكذا كان الرسول من قوة، حتى ولو كان يجير هذا من عدو للرسول اللي من أبي جهل، كحديث الصلاة عند البيت الحرام لما نهاه أبو جهل أمام ملأ من قريش، فماذا قال؟ قال لئن رأيت محمد يصلي بعد اليوم لأطأن رأسه بقدمي، إلى غير ذلك. الرسول سمع التهديد بأذنه، لكن هل امتنع النبي عن الصلاة؟ إطلاقا. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما قام وصلى في المسجد أمام الناس جميعا، فسألوه قال والله لقد رأيت بيني وبينه خندقا من نار، لو هممت أن أرفع قدمي لاحترقت. ونزل القرآن أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى إلى قوله تعالى كلا لا تطعه واسجد واقترب، يعني كأن هذا تهديد. الإمام الحسين لما علم بذلك كان يتربى في قلبه كيف كانت تربية الرسول لحفيده وابنه، مما أثر عن رسول الله ومما قصه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الإمام الحسين شجاع في جميع المواقف، لا يهاب أحد، ومع هذه الشجاعة كانت تغلفها الرحمة والعدل والأدب. كان شجاعا لا ينطق في حضرة أبي أو في حضرة أخيه الأكبر، كان قويا في قول الحق، لا يكون ذلك إلا إذا طلب منه، ولذلك لما طلبوه خرج إليهم وهو لا يهاب الموت، لأنه في خاطره غاية واحدة
رضا الله تبارك وتعالى وتحقيق ما وعد الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه سيد الشهداء رضي الله عنه وعن آل البيت أجمعين. يعني فضيلة الشيخ محمد، يعني ما هي بدايات الثورة الحسينية؟ ما هي الأسس التي من أجلها أو الأسس التي قامت عليها الثورة الحسينية؟ أولاً، أول أساس لهذه الثورة المباركة للإمام الحسين رضي الله عنه تقويض الظلم ودولة الظالمين. هو أراد أن يجمع الأمة على كلمة سواء. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل لنا قاعدة وقال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. هو أراد أولا إحقاق الحق وإقامة العدل. إحقاق الحق أن يكون هناك خليفة للمسلمين والكل عنه راض، يعني تكون بيعة مباركة راضية لا فيها خوف ولا فيها إجحاف، لا فيها خوف على المستقبل أو خوف من حاله أو من موقفه. الإمام كان يرفض كل هذا، وإقامة عدل لأن يكون هذا الحاكم أو هذا الخليفة يحكم بين الناس بالعدل، تطبيقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما نزل عليه من القرآن: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. بالعدل. وهناك أحاديث كثيرة: سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. أول شيء إمام عادل. إمام عادل. نعم. يعني كان الإمام يبني هذه الأسس على هذه القواعد. ثالثا، اجتماع الأمة حتى لا تختلف. بعض الناس رفضوا البيعة، وبعضهم كان يبايع إما مكرها، وقليل منهم كان راضيا. أراد أن يجمع الأمة كلها على كلمة سواء من خلال قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إلى آخر الآية، ومن خلال قوله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. يعني حين ترى أو الدارس لثورة الإمام رضي الله عنه وأرضاه ترى أسس كثيرة يضاف إليها الإيمان. الذي حركه والذي أخرجه هو الإيمان، يعني تناسى موقفه. قد يقتل في هذا أو في هذه الأثناء، لكن في سبيل إسعاد أمة بأسرها، في سبيل إسعاد مجتمع بأسره، كان لا يبالي الإمام رضي الله عنه وأرضاه بهذا، إنما كان يريد أن يحق الحق وأن يبطل الباطل. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ولعل فيما تفضلتم فيه يعني دعوة إلى المسلمين جميعا في شتى بقاع الأرض بأن يكون هناك توحيد للصف، وأن يكون هناك تقوية لعزيمة البعض بالبعض الآخر، يعني حتى لا يحدث تفرق، يعني ربما لا يستفيد منه إلا عدو المسلمين. يعني هل من رسالة توجهها إلى المسلمين في هذا الشأن؟ الرسالة من خلال الأوس والخزرج. نعم. اجتمعا على حب رسول الله وعلى الإسلام، وكانتا قوتان تمثلان خطرا حقيقيا على اليهود في المدينة المنورة. نعم. ولما رآه بعض اليهود وهم يجلسون أخوة متحابين، الإسلام أذاب الفوارق بينهم وجمعهم على كلمة واحدة، ولكن اليهودي أراد أن يشق هذا الصف، فماذا قال؟ دخل المسجد وذكرهم بالحرب التي كانت بينهما. الأوس قالوا: نحن انتصرنا عليهم. الخزرج قالوا: نحن انتصرنا عليكم، إلى غير ذلك. فقام وتوعد بالقتال، وسمع النبي وهو في حجرة قعقعة السيوف، يعني خروج السيوف من غمادها في حضرة الروضة الشريفة، فماذا قال؟ أهذا بين هذا وأنا بين ظهرانيكم؟ يعني هذا يحدث وأنا بينكم يعني إطلاقا. فنزل قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فبكى الجميع وعاد الصف يلتئم من جديد، ولم يكن هناك فرقة. يعني كل
الشعوب الإسلامية لو اجتمعوا على كلمة واحدة سيكونوا قوة على أعدائهم كما كان الإسلام. ولعل في ذلك نصرة للأقصى الذي هو أسير الآن يعني، ويعني تنتهك حرماته على مرأى من العالم أجمع. عليه وسلم جمع الأمة لتحرير المسجد الأقصى في غزوة تبوك. سيدنا علي الكل جاهد وكل كان يجمع الكلمة. الإمام الحسن رضي الله عنه وأرضاه تنازل عن الخلافة لاجتماع الأمة على كلمة سواء، دول آل بيت النبي تنازل. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكره وقال إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. يعني جمع الإمام الحسن بين كل هذه العناصر لتكون الكلمة على قول رجل واحد. يعني شيخ محمد، يعني هل الخروج على الحاكم يعني ربما يحدث فتنة بين المسلمين أو يحدث بعض من التفرقة بين المسلمين، أم أنه يجوز الخروج على الحاكم لكن بضوابط وشروط؟ لا، أولا لا يجوز الخروج على الحاكم إلا بضوابط. نعم. إذا أنكر معلومة من الدين بالضرورة. نعم. يعني يأتي حاكم يقول لا تصلي، خلاص هذا ده خروج جائز وواجب، مش جائز واجب، وأن ينزل عن إمرة المسلمين أيا كان حتى ولو بالقتال، هذا أمر جائز. أما إن كانت هناك أمور خلافية وأمور قد تحدث خطأ في سياسة حكمه فهذا فيها أخذ ورد، فقال بعض العلماء لا يجوز الخروج عليه، وإنما يفوضون مجموعة أو يشكلون نقباء. يبقى الخروج إنما يكون إذا عم الظلم، يعني إذا بلغ الظلم ذروته، هذا أمر لا يقبله مسلم. وإن كان الحاكم مستبد برأيه لا يسمعه، فهنا ساعتها يكون الخروج فيه من الجواز، لكن بشروط ألا يكون هناك تعطيل للمصالح، ولا تفزيع للآمنين، ولا ترويع لهم، ولا اعتداء على كل ما يملكه الوطن أو ما يملكه الإنسان، الملكية الخاصة والعامة كما يقولون، لا يجوز إطلاقاً بأي حال من الأحوال. يعني ولعل هذا يدفعني إلى أن أطلب من فضيلتك أن يعني تفسر لنا معنى القول الذي قاله الإمام الشعراوي رحمه الله: الثائر الحق والذي يثور يهدم الفساد ثم يهدأ ليبني الأمجاد. هذا أخذها من من؟ نعم، أخذها من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثائر الحق هو الذي يثور ليهدم الفساد، عن سيدنا الإمام الحسين خرج ليهدم فساد. نعم. ولكن كان قدر الله قد سبق فأتبع ذلك ثورات وإصلاحات كبيرة في الأمة، وخلدت ذكراه إلى قيام الساعة. نعم. يعني خلد، فإذا ما هدأ يبني ليبنى ما أفسده الغير، لابد أن نبني ما أفسده الغير. والبناء لا يكون بالكراهية والبغضاء والتنازع، كل إنسان يريد أنا أريد أن أجلس على هذا الكرسي أو على هذا المنصب أو على هذه الرئاسة أو غير ذلك، هذا لا يجوز مطلقا. إذن خروجه كان لغرض دنيوي أو لحاجة في نفسه هو، أما أن يكون خروجه لله كالإمام الحسين رضي الله عنه لم ينظر ولم يطلب أن يكون واليا عليهم ولا خليفة عليهم، وإن كان جديرا، ولو كنا ساعتها ما رضينا بغير الإمام أميرا للمؤمنين، هذا كلام العقلاء. فالثائر هو الذي يصور ليهدم الفساد ثم يهدأ ليبني ويحقق ويتقدم بكل الوسائل. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ورباط الخيل، القوة قوة العلم، قوة الاقتصاد، قوة السياسة، قوة الجالمة، قوة الاجتماع، القوة بكل معانيها. ولعل هذا ما تحتاجه الأمة الإسلامية في فترتنا هذا، حيث نعيش عصورا متخلفة جدا، ربما ينظر إلينا الغرب وكدول متخلفة وليست يعني لديها أي إمكانيات أو أي تطلعات نحو مستقبل أفضل. يعني الغرب تقدم بنا. نعم. نحن تأخرنا. نعم. الغرب أخذ تعاليم الإسلام وطبق فساد. نعم. وسبق. نحن معنا المصباح نضيء لغيرنا ولا ننتفع بهذا النور. إسلام بلا مسلمين، وهنا مسلمين بلا إسلام، ده هذا من غاية الخطورة. يعني نحن الذين علمنا الدنيا المظلمة في قرونها كيف تكون الحرية وحرية العقيدة وحرية الآخر والحفاظ على ممتلكات الآخر حتى ولو كان غير مسلم إلى غير ذلك،
الرسول وضع تعاليم البشرية كلها في عهده، في الحرب وفي السلم في الاقتصاد، وضع النبي جميع مجالات الحياة رسمها الرسول، أخذها الغرب فطبقها، فلما طبقها تقدموا ونحن معنا المصباح ومعنا المصدر، فتأخرت الأمة إلا من رحم الله. يعني ما هي ثمار ونتائج الثورة الحسينية التي أسفرت عنها؟ أولا خلودها إلى قيام الساعة. نعم. ثانيا الإيمان الذي تغلغل فيها، خروج الإمام كان مخرج إيماني ولم يكن مخرجا دنيوي، ولذلك ترى ثورة الإمام رضي الله عنه وأرضاه خالدة تخليدا لاسمه. نعم. وتخليدا لمن أراد أن يفعل ثورة أن يتعلم من ثورة الإمام رضي الله عنه وأرضاه. ثالثا إعادة الحق إلى أهله، وأن للحق رجال، فالحق وحق أن يتبع، رجال لا يخافون أحدا إلا الله، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا، لأنه أخذ الله حسيبا له في كل مواقفه، في خروجه وفي حركاته وفي سكناته. فكان خروجه رضي الله عنه وأرضاه لتدرس هذه الثورة لمن أراد أن ينظر إلى حاكمه كيف تكون مقاومته، هل مقاومة بالسلاح والقتل، هذا مسلم وذاك مسلم، وإنما بالنصيحة. والرسول صلى الله عليه وسلم حين ذكر الجهاد وذكر النصيحة قال كلمة حق عند سلطان جائر. سلطان جائر، يبقى حين تكون كلمة الحق عند سلطان جائر يتعلمها من ثورة الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه. يعني شيخ محمد، يعني هذا يدفعني إلى أن أسأل، يعني إن كانت هناك يعني أوجه تشابه بين الثورات أو ما يطلق عليه في الفترة الأخيرة الربيع العربي وبين ثورة الإمام الحسين، وهل من اختلاف بينهم؟ هما يتفقان في المعنى، يعني هذه ثورة وتلك ثورة. نعم. ويختلفان في المغزى بكل المقاييس، يختلفان إن أطلق علي اسم ثورة. نعم. أو خروج بمعنى أصح، خرج يريد شيئا أو يريد كذا أو يريد كذا، هذا مطلبه إيماني، وهؤلاء قد يكون من بينهم مطلبهم إيماني وقد يكون من بينهم مطلبهم دنيوي. والعمل السيء إذا دخل على العمل الصالح أفسده، أما خروج الإمام فالإمام فكان خروجه عملا صالحا لا فساد فيه. الثورات، كم ثورة حدثت في المسلمين؟ يعني ثورات كثيرة جدا. نعم. هل تذكر؟ لا تذكر، لأن المطلب كان دنيوي. فهناك فرق بين ثورة تريد إحقاق الحق وبين ثورة تريد إحقاق الحق لنفسها. ما كان لله دام واتصل. أحسنت. نعم. وما كان الغير لا انقطع. فالإنسان حين يكون متصلا بربه يبقى العمل، وإن كان إلى دنيا يصيبها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. من كانت هجرته أو خروجه أو انتقاله إلى الله ورسوله فهذا الانتقال إلى الله ورسوله، أما إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يعني من أشرك معي، يعني من أشرك في هذا العمل معي غيري تركته وشريكا، هكذا قال الحق سبحانه وتعالى. يعني هل من دروس مستفادة من ثورة الإمام الحسين يعني حتى تستفيد منها الثورات العربية في ربعها التي تعيشه؟ أولا على جميع الأمة الإسلامية أن تدرس بقلب واعي وبفكر واسع ثورة الإمام الحسين رضي الله عنه وارضاه بكل مقاييسها، من ساعة خروجه إلى مقتله، من كل خطوة كانت لها كلمة، كانت لها معنى ومبنى ومغزى، كيف كان خروجه، كيف كان قوله، كيف كانت الصلاة. الآن حين ترى الثورات ترى الرجال مع الشباب والشباب مع الفتيات، يعني من يقول هذا إطلاقا؟ شو انظر إلى تنظيم الإمام للخروج وكيف كان الخروج، وهو خروج هادئ، حتى لما وصل وحاصروه ماذا قال؟ ذكرهم بالله. بعض الثورات تقول نحن هنا
هو ذكرهم بالله، قال أنا الحسين بن علي، أنا ابن بنت النبي. ذكرهم بأنه يتصل نسبه إلى من؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني خروجكم علي كخروجكم على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ذكرهم، حرك فيهم الإيمان أولا. ثانيا، ترى الإمام رضي الله عنه وأرضاه، وهو درس للثورات الآن، قد بكى وفي بكائه عبرة، لم يبكي من جزع ولم يبكي لشيء ولا من خوف إطلاقا. نعم. ولكن قال له أتبكي من جزع؟ قال لا، ولكن هؤلاء سيدخلون النار بسببي، يعني لو أقدموا على قتلي. شوف كيف كان حرصه على غيره، على من ينصبون له العداء، ويعني يعني سيقتلوه. ولكن حين ترى هذا الأمر من الإمام رضي الله عنه وأرضاه، فكيف كان رضي الله عنه يسير هذه الأمور في طريقها السلمي وفي طريقها الشرعي، من خلال القرآن ومن خلال سنة رسول الله. الأمة لا عليها أن تفهم في وسائلها المقروءة والمسموعة والمرئية كيف كانت ثورة الإمام رضي الله عنه وأرضاه ونتائجها وثمارها، ليتعلموا منها إن أرادوا لثورتهم البقاء والعز. يعني في نهاية حلقتنا، يعني أتقدم إليك بخالص الشكر الدكتور الشيخ محمد حرز الله، إمام وخطيب مسجد مولانا الإمام الحسين بالقاهرة، شكرا جزيلا لك. وأنتم مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، وحتى نلتقي في حلقات أخرى، نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.